عندنا دابا تورناج الكليب ديالي ان شاء الله اللي غيخرج من هنا لاخر ديال الشهر. الموضوع ديالو كيهضر على لا طوندونس ماروكان، شنو طاري في يوتيوب، لا طوندونس فيديو شنو كاينين في يوتيوب. الغناء شي حاجه اللي بعيده عليا بزاف، انا قريب كندير لا كوميدي، دونك اقرب حاجه عندي نقدر ندير راب كوميدي، نغني شويه الغناء شويه ديال البحه في الصوت، ولكن ماشي شي حاجه اللي زعما باش نكون نخرج ونقول لهم انا درت ديسك انا مغني. انا لا، انا ماشي مغني، انا كندير لا كوميدي. الوغ اللي كتبت انا ومداره، مداره اللي هو معروف اصلا واحد الارونجور كبير ياك من الجروب شوكا، وانايا بحال جبت الفكره وشي كلمات صغار وعاودنا وكملناها في التلحين. لحنت انا وياه حيت خدمنا انا وياه، جلسنا تسالينا الديسك. لارونجمون بديت الفكره، ولكن هو راه كبير في لارونجمون واللي حط داكشي كيف. صراحه ديما انايا كندير فيديوهات بوحدي في الدار، اولا كندير فيديوهات مع دي يوتيوبر في الدار. دابا ملي خرجت برا وخرجت حتى عند الناس، دونك غادي نحتاج دي فيغورون، قلت ما كاينش ما احسن من ان نجيب الناس اللي كيتفرجوا فيها باش الافوا نتجمعوا كاملين ياك، والافوا عاوتاني تكون نحس بهم، لان فاش كتكون مع لي فان اللي كيتفرجوا فيك وهذا كتحس بهم قراب حسن ما غادي تجيب دي فيغورون اللي انت ما كتعرفهمش وهما ما كيعرفوكش وغير غيمثلوا معاك. انا ما بغيتش داكشي، سيرتو كو لابارتي اللي يكونوا فيها هما غير الدانس النشاط الشطيح، هذيك لومبيونس هي اللي بغيت انا كنقلب عليها. معلومه سيدي كاين الفلوس، واش انت ما كتشوفش الحطه ولا ما بانش لكم الحطه مزيانه ولا مول الكاميرا؟ قول لينا مزيان عاش مول الكاميرا كيقول لك. لا بصراحه ما كاينش، لا نضحك معك. شوف فلوس من يوتيوب ما كاينينش بصراحه، ما كذبش عليك، فلوس من يوتيوب ما غاديش يشروك حتى هاد لافيس اللي لابس، ولكن ماشي هذا هو الهدف ديالنا حنا، انك دير فلوس من يوتيوب. حنا تقدروا نديروا فلوس من حوايج اخرين، يعني انا كندير الاخراج، كندير الموشن ديزاين، كندير الجرافيك ديزاين، كندير 3 دي. الوغ رساله كنتمنى ان هذا البروجي هذا يعجبكم ان شاء الله، وكنتمنى انكم تشجعوني بزاف وتشجعوا كاع لي جون اللي بغاو يديروا شي حاجه جديده، كو سوا فيديو الضحك لو سيريو اي حاجه تكون كرياتيف، نشجعوا الناس باش نحاولوا نمحيوا لا طوندونس اللي كاينه دابا ونديروا اون طوندونس ديالنا حنا اللي نخليو الناس من برا يدخلوا يتفرجوا فينا، هذه اهم حاجه. ثاني حاجه الا عجبكم الكليب ولا شي حاجه تابوناو في لاشين ديالي، تبعوني في انستغرام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.